السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب. رمضان مبارك عليكم، تصوموا وتفطروا بألف خير. كيف أصوم بطريقة صحيحة وطريقة آمنة؟ رقم واحد، رياضة المشي أو رياضة الركض بطريقة يومية، وبتكون قبل الإفطار بنص ساعة أو بربع ساعة. فالرياضة بتساعد على تقوية عضلات القلب، تقوية عضلات الأرجل، وبتساعد أيضا على الهضم. رقم اثنين، تجنب الأكل بكميات كبيرة خاصة وقت السحور لتجنب التخمة وتجنب سوء الهضم في نهار رمضان. رقم ثلاثة، تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كافيين بكميات كبيرة لتجنب الصداع في نهار رمضان. رقم أربعة، استشارة طبيبك الخاص لأصحاب الأمراض المزمنة لمعرفة إذا كان عليك الصيام أم لا. رقم خمسة، تجنب أخذ المكملات الغذائية والفيتامينات إلا باستشارة الطبيب، والأفضل التنوع في الأكل.